هنبدا مشاهدينا الكرام بصفحه الفيسبوك اللي معانا النهارده واسمها تحت النضاره، ده شكلها على الشاشه زي ما انتم شايفينه. تعالوا بسرعه مشاهدينا الكرام نقرب اكتر من الصفحه ونعرفها عن قرب من خلال الفيديو ده، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بيكم في الحلقه الاولى من برنامج ديل. ديل يا مان، ديل يا مان. التغيير، التغيير هدف. كل ما تقابل حد يكلمك عنه عايز اتغير، نفسي اتغير، احنا هنفضل كده لامتى؟ كل واحد بيدعي ان هو بيسعى للتغيير بجد، حلم ولا في الاحلام. كل الناس بتحلم بيه، احلام يقظه طبعا، بحلم اخس، بحلم اتعلم حاجه جديده، بحلم انجح. فعلا فعلا قضيه كبيره ومحوريه، وما تكونش مبالغ لو قلت انها دافع اساسي للحياه والاستمرار فيها. لكن وما ادراك ما بعد لك، لكن الحلو ما يكملش. في مشكله صغيره ان مفيش حاجه بتتغير لا على مستواك ولا على اي مستوى. المشكله الصغيره ان ناس كتير بتعتقد ان التغيير بيجي لوحده. ايوه لوحده، زي ما سمعت. يلا نروح مشاهدينا الكرام لقناه اليوتيوب اللي اخترناها لكم النهارده، والقناه هتنزل حالا امام حضراتكم على الشاشه. ادي شكل القناه على الشاشه زي ما انتم شايفين. هنعمل القناه دي سبسكرايب، تعالوا نقرب منها اكتر ونعرفها عن قرب من خلال الفيديو ده، يلا بينا. في اول كورس متخصص لتعليم مهاره القراءه في اللغه الانجليزيه. الكورس ده بيبدا معاك من الصفر لحد ما تبقى قراءه اللغه الانجليزيه عندك زي قراءه اللغه العربيه بالظبط. القراءه هي افضل وسيله لتحسين وحفظ الكلمات، لان دايما هتلاقي الكلمات بتتكرر في سياقات مختلفه واوقات بمعاني مختلفه، ومفيش طريقه افضل من كده لحفظ ومراجعه الكلمات. بعد الفاصل هقول لك الكورس ده موجه لمين وطريقه عمله هتكون ازاي، وهجاوب عن بعض الاسئله مش هجاوب عنها تاني بقيه مده الكورس. خليك معايا. والناس اللي مهتمه بعالم الموبايلات والابلكيشنز، اخترنا لكم النهارده تطبيق بيتكلم عن وصفات الطبخ. ده شكل التطبيق، تعالوا نشوفه اكتر ونعرفه عن قرب من خلال الفيديو ده، يلا بينا. مع كوك باد تصفح اخر وصفات المتابعين. واكتشف الوصفات المجربة والوصفات المحلية. ابحث أيضا عن أي وصفة تريدها. وستجد